الصبر اللي نحن الآن نقطف ثماره يعطينا الانطلاق للمستقبل ويقوي عزايمنا لنعمل للمستقبل. المصير واحد، ما في مصير لأمارة ومصير لأمارة أخرى، أو مصير لفرد وأفراد والآخرين لهم مصير آخر، أبدا. المصير واحد، والحرص واحد، والمصلحة واحدة، ونحن عشنا في السعادة، وعشنا في السعادة بعد ما بنيناها وبعد ما سهرنا عليها. سنبقى مستمرين مجتهدين في كل ما هو نحن نحس أنه هو يسعدنا جميع. بنانا هذا هو طريقة في قوة وفي استهار وفي تقدم. أبشروا بكل ما أنتم تطلعون إليه كمواطنين، تؤمنون بوطنكم وبأمتكم وبدولتكم وبكيانكم وبجيلكم هذا وأجيالكم الجاية. لا شيء مخلد أبدا، لا مخلد الإنسان ولا مخلد المال ولا مخلد شيء. مخلد اللي هو خالد الوطن، العمل للإنسان، وكل فرد منا بيذكر بعمله، كل ما بيعمل يذكر بعمله.